هستخدم معاكم المرطب ده اسمه شانجل، وانا ما كنتش استخدمته قبل كده، ما كنتش جربته قبل كده، سمعت عنه ريفيوهات كتير كويسة، قلت اجيبه اجربه. حجمه كبير، سعره كمان حلو قوي، وعايزين نعرف هو مناسب كمان قبل الميك اب ولا لا، لان ده اللي بيهم معظم متابعيني، لانهم ميك اب ارتست وعايزين نشوف كده. طبعا انا جربته قبل كده وعارفه النتيجه بتاعته، بس تعالوا اوريكم شكل الفاونديشن كمان عليه بيكون عامل ازاي، بيجنن. تعالوا كده نشوف شكل الفاونديشن على المرطب عامل ازاي يا جماعه. وهنا بالاخص عشان نشوف اللمعه، رغم ان الفاونديشن بيتحول لمات اهو على ايدي، بس شايفين ده اثر المسترايزنج قبل الفاونديشن، هو اللي يديكي الايفكت بتاع البشره الصحيه ده. شايفين يا بنات اللمعه؟ هو ده اللي انا اقصده. وكمان انا عايزه اقول لكم ان الجل ده ليه كميه تريكس، عملت بيه حاجات رهيبه، لو عايزين هتطلبوها مني في فيديو تاني نعمله. شوفوا لي اللمعه بتاعت البشره، فهمتوا قصدي؟ يجنن. وكمان تقدروا تحطوا منه طبقتين من غير ما يسيب اي افكت على البشره، يعني ما يعملش فروله بعد الميك اب ولا حاجه، لان ترطيبه معتدل، فممكن نحط منه مره واتنين لحد ما يديك الترطيب اللي انت عايزاه، وعمره ما بيسيب اي افكت ولا فروله على البشره. اظن انه موجود في كل الصيدليات يا بنات، فانا لما جربته قلت اطلع اقول لكم على البتاع الفظيع ده. بصوا بصوا الجبهه بتلمع ازاي، وكل ده ومفيش اثر دهني، يعني في لمعه، لمعه ترطيب لكن مفيش افكت دهني. تحطي ايدك على وشك تلاقيه يعني في سنه تلزيق صغيره مع لمعه من غير تزييت، وما بيقفلش المسام وبيخليش وشك يطلع ميه، ودي اهم حاجه، فمناسب جدا مع الميك اب وكمان مع الاستخدام يعني اليومي از سكين كير عادي. وده يا جماعه شكل الفاونديشن والكونسيلر، لان اللي انا ما قلتلكوش عليه ان انا كمان استخدمته تحت عينيا. بجد